لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار. له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم العالم الآخر، التي سنتحدث فيها بإذن الله عز وجل عن ليلة القدر. وأشرف أن يكون معي ومعكم صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة والله الله. أسأل أن تكتب يا شيخ الكريم ممن خصهم الله عز وجل بالرحمة والقبول في ليلة القدر، وإياك وللموحدين جميعا بإذن الله جل وعلا، وجزاك الله خيرا وتقبل الله منك. بارك الله فيك شيخ الكريم. نريد تمهيدا لهذه الحلقة يا شيخ عن فضل ليلة القدر قبل أن أبدأ في أسئلتي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أقول بإذن الله جل وعلا: إن منن الله عظيمة للغاية، وإن من أعظم المنن التي من الله بها على الموحدين في سائر الأقطار والأمصار إلى أن يرث الأرض ومن عليها هي ليلة القدر. وكفاها شرفا أن الله جل وعلا ذكرها في سورة مستقلة من كتابه في الجزء 30، فقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. بل إن الشرف الأعظم في هذه الليلة الطيبة المباركة أن الله أنزل فيها القرآن، بل إن شرفا آخر تتمتع به هذه الليلة، ألا وهو أن الليلة هي ضمن ليالي شهر رمضان، والذي اصطفاه الله جل وعلا على سائر الأشهر. من أجل ذلك أقول هي ليلة طيبة مباركة، حتى قال جل وعلا فيها: وما أدراك ما ليلة القدر، لعظم شأنها وعلو قدرها عند الله جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا ذكرها في سورة الدخان في الآية الثالثة تارة أخرى، وبين أنها ليلة مباركة، فهي بحق مباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها بركة على الموحدين وعلى الموحدات، على المسلمين وعلى المسلمات. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. خلينا نأخذ الموضوع من الأول، العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، أيهما أفضل؟ نعم، هذه إشكالية. بمعنى لو تحدثنا عن العشر من ذي الحجة، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وإن الحديث في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر، يعني من العشر ذي الحجة. نعم. قيل: حتى المجاهد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: حتى المجاهد في سبيل الله، إلا أن يجاهد في سبيل الله جل وعلا فلا يرجع من ذلك بشيء، وفي متن: إلا ألا يعود من ذلك، يعني يفقد نفسه ودبته ولا يرجع من ذلك بشيء، إلى آخر متن توردت من طريق عبد الله بن عباس. المهم، قال العلماء: إذن هي أفضل الأيام قاطبة على اعتبار هذا الأمر. طيب، لما نيجي احنا بقى بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان، إما نتحدث فيها، ترى هل هي أفضل أم هذه الأيام أفضل؟ قال الإمام الحافظ ابن كثير للتوفيق بين الأمرين، قال: أيام عشر ذي الحجة هي الأفضل عند الله جل وعلا، وليالي العشر الأخيرة من رمضان هي الأفضل عند الله جل وعلا. بمعنى أن ليالي العشر من رمضان اللي هي الأخيرة أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة الأول، يعني الليل الليل. أما أيام العشر من ذي الحجة هي أفضل من أيام العشر من رمضان الأخيرة. وعشان أفهم المشاهدين حاجة، اليوم يبدأ من الفجر وينتهي بالغروب، بغروب الشمس. يعني بيبدأ بالفجر وينتهي بالمغرب، بخلاف الليل، الليل يبدأ من المغرب وينتهي بالفجر. معي؟ يبقى عندي الأيام في العشر من ذي الحجة أفضل من الأيام فين؟ يعني في رمضان، من الفجر إلى المغرب أفضل. أي نعم. من العشر الأول من ذي الحجة. أما الليالي بالنسبة للعشر من رمضان هي أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، وذلك لاختصاصها بليلة القدر. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب، عايزين بقى الآيات والأحاديث التي خصت العشر الأواخر من رمضان بفضل.
حينما نعود إلى أحاديث ذكرت شهر رمضان بالفضل العظيم فإنها كثيرة للغاية. مثلا على هذا الاعتبار قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث صحيح. ويقول أهل العلم: من صام رمضان، يقول معقبا إيمانه واحتسابا، أي إيمانا بفرضياتها واحتسابا لأجرها عند الله جل وعلا. فمن صام مؤمنا بالفرضية محتسبا للأجر من الله جل وعلا هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا بالنسبة لليلة التي اختصها الله جل وعلا في هذا الشهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث في الصحيح أيضا، أي برضو إيمانا، ليس هنا بالفرضية على الإطلاق، أي إيمانا بما ورد في فضلها وشأنها ومجدها وعلوها واحتسابا لأجرها عند الله جل وعلا. ثانيا أن شهر رمضان أنزل فيه كتاب الله جل وعلا، أنزل فيه القرآن، ألم يقل ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكفاه هذا الشرف. أيضا حينما ننظر إلى رمضان فيه سنة الاعتكاف، وهي لا تكون في غير رمضان على الإطلاق، اللهم إلا بنذر أو بعهد أو ما شابه ذلك، أو أراد الإنسان أن يتنفل بها، لكن كسنة ومستحبة ولها تحصي ولها ذكر فهي في شهر رمضان، في العشر الأواخر، في العشر الأواخر من رمضان. طيب بالنسبة للاعتكاف، هل هناك إشكالية في مسألة الاعتكاف في أي مسجد؟ هو ظهر طبعا في إشكالية عند من تقدم وعند من تأخر. يعني من حديثه صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. طبعا شيخنا المحدث العظيم الألباني رحمه الله قال: إذا الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاث. لا اعتكاف، ولا إن نافية للجنس، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. لكن رد عليه أهل العلم، رد شيخنا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وأهل الفضل على فضيلة المحدث العظيم الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع، قالوا: لا، ليس المقصود هكذا على الإطلاق، لقوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، جمع المساجد. أتى بالمساجد قاطبة ولم يخصص، لم يقل وأنتم عاكفون بالمسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، ما ذكر ذلك على الإطلاق، وما قيد بمساجد معينة، ولكن قال: وأنتم عاكفون في المساجد. إذن أطلقت على كافة المساجد، والمساجد لها تعريف عند أهل السنة والجماعة. ولذلك قال علماؤنا وآخرهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: إذن لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. ولذلك هنا نقطة فقهية جميلة قوي، كان انبسطت أن الشيخ سيد سابق في فقه السنة نقلها عن الأول يعني. وهي بالنسبة حتى للنذر في الاعتكاف في المساجد، هل هناك أفضلية؟ نعم. وهل تسقط الأفضلية حقوقا في هذه؟ نعم. زي مثلا أنا نذرت أن أنا اعتكف في مسجد بعينه، خلاص أنا بعتكف في هذا المسجد. طيب لو أني نذرت أن أنا اعتكف في مسجد في القاهرة، وقمت رايح معتكف في المسجد الأقصى، هل يجوز؟ نعم يجوز، لشرف مسجد الأقصى وعلوه عن هذا ولفضله عن ذلك، فضل الصلاة فيه أو فضل. إذا شوف رغم أننا ناذر ها هنا جاز ها هنا. طيب أنا نظرت أن أعتكف في المسجد الأقصى واعتكفت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز؟ نعم، لأن هذا أفضل من ذاك. طيب نظرت أن أعتكف في مسجد النبي واعتكفت في المسجد الحرام، هو أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو العكس يا شيخنا يجوز؟ لا لا يجوز. نعم. طيب ممكن نتلقى هذا الاتصال ثم نعود إلى موضوعنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك أستاذ أسامة؟ أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يصلح بكم البلاد والعباد. نسأل الله ذلك. الله يكرمك. معلش أنا ليا والله طلب عند حضرتك يا شيخ محمد. تفضلي. بالنسبة للمداخلة بتاعة الطبيبة امبارح الملتزمة، اللي ابنها كان ملتزم وقدوة وحافظ نص القرآن. وكان قدوة يعني. وللأسف لم يعد كذلك أبدا، وحصلت له انتكاسة. يعني أتمنى يعني إن حضرتك تحتوي هذا الغلام وتتبناه عقائديا، وأنا مستعد إن شاء الله. جزاك الله كل خير، لعل الله يصلح بك هذا الغلام والله. لا أنا مستعد وأتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. معلش الأمر الثاني، والله أنا بضم صوتي لصوت الشيخ محمد الزوبي والشيخ محمد حسان في دعم هذه القناة، والله سعدت جدا بفتوى الشيخ محمد حسان إن يعني إن هذا الأمر يعني سبيل الجهاد في سبيل الله، يعني زي الجهاد في سبيل الله، وكأني برسول الله ينادي فينا من يجهز جيش العسرة وله الجنة. نداء إلى كل ذي مال،
من يساند القناة ودافع عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقين رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مش محتاج نصرة من أي أحد. نعم. إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم. صحيح. إن تنصروا الله ينصركم. نعم. ولينصرن الله من ينصره. نعم. إحنا بس اللي محتاجين والله نكون في معية الله. نكون في عرش في ظل عرش الرحمن. يوم لا ظل إلا ظله. يا ريت والله يا ريت نكون كلنا مع سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه اللي جهز جيش العسرة. والأمة كلها أصلا فواصلة دلوقتي وشدة، لكن بقول الحمد لله أن هناك من يحمل هم هذا الدين. والله يا شيخ إحنا لما بنشوف القافلة الربانية الجميلة من العلماء بتوعنا إحنا مش بنقول أبدا يعني جيش محمد سوف يعود، لا والله إحنا بنقول جيش محمد موجود موجود موجود. صلى الله, صل الله عليه وسلم. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا تعقيب يا بشمهندس. تفضل يا شيخ. هي قالت كلاما طيبا ما قاله الرجال، وكنت أتمنى أن أزيد شيئا في صدري. تفضل. إن الطوائف الضالة لو ناشدت أهلها في دعم أمر لضلالهم وعلو ضلالهم وقفوا جميعا وساهموا ونهضوا، وناشدنا أهل السنة من أهل الطريقة الحقة من أصحاب الصراط من أصحاب المنهج الصحيح. لكن أسأل الله جل وعلا أن يكفينا الشح والبخل. الحمد لله. نعم. على كل حال جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم. كنا نتكلم عن الاعتكاف وسننه وأدابه. وهل للنساء اعتكاف يا شيخنا؟ نعم. بدليل قول أم المؤمنين الطاهرة المبرأة رضي الله عنها وأرضاه. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في العشر الأواخر، ولما توفاه الله اعتكف نساؤه، بل وهو معتكف اعتكف نساؤه أيضا. ولذلك هذا الحديث أيضا مكمل وبين أن نساء النبي اعتكفن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من استئذان الزوج بالتالي. إذا كانت المرأة لها البعل طبعا لابد وأن تستأذن. ثانيا لابد من الحيطة الشرعية. ثالثا لابد من الحاجز الذي يحجز النساء عن الرجال لعدم الفتنة إلى آخر الضوابط التي ذكرها أهل العلم. نعم، لكن بشكل عام يجوز. أي نعم. الضوابط الشرعية. أي نعم يجوز. طيب نتلقى هذا الاتصال بعد إذن فضلتك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل يا أخي. تفضل الشيخ يسمعك. الله يكرمك. بالنسبة حضرتك للإنسان لما يجي يموت بيرى مقعده أو يعني بيرى مثلا نعم. ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فإزاي بعد كده يكون في ميزان يكون في عذاب قبر طيب. أو يكون في نعيم قبر؟ يعني المقصد حضرتك إن إيه؟ إن الحديث صلى الله عليه وسلم بيقول إن في ملائكة عذاب أو ملائكة رحمة، وإن الإنسان حين يقبض بيرى أنه من الصالحين أو من صح. غير الصالحين صح. فإما أن يستبشر والجنازة طبعا بتقول قدموني قدموني أو نعم. بتقول يا ويلها أين تذهبون بها. أي نعم. ففي البداية كده يعني بيكون واضح كل شيء بالنسبة له. حاضر. فبعد كده عذاب القبر يأتي إزاي والميزان وهكذا. حاضر. فأرجو من حضرتك التبيين هذه الجزئية إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. أجيب كما تحب يا شيخنا. يعني أقول بإذن الله جل وعلا فرق بين البشارة وبين الجزاء. ما تحدث عنه الأخ الحبيب إنما هو بشارة حينما يرى مقعده من الجنة. وشتان ما بين البشارة هذه والجزاء في أنه يدخل الجنة أو ينعم فيها. لا هو عايز يقول إن هو خلاص عرف إن أنا النتيجة عارف النهائية. بوضح بوضح هذه بشارة وهذا جزاء. ثانيا الله جل وعلا يريد أن يبين لعباده الصالحين أنه عاملهم بالفضل لا بالعدل. فيأتي الميزان ويأتي كذا، بمعنى أن نعم الله عليك بالنسبة للمعاصي التي ارتكبتها وبالنسبة للحياة التي عشتها لا تكافئ هذه تلك على الإطلاق، لكن فضل الله أعز وأعظم. لأجل ذلك فإن الله كما جاء في الحديث الصحيح يدني العبد ويحاضره بلا ترجمان، بمعنى يعني يقرره ويذكره نعمه عليه، حتى إذا ظن العبد أنه هالك أدخله الله الجنة برحمته. بمعنى دي نرى فيها فضل رب الأرباب ونرى فيها الخسارة من قبل التراب إلا ما رحم ربي. لذلك أقول للأخ الحبيب الأولى بشارة الثانية جزاء. ثانيا الترتيب الذي ذكره يدل على كرم رب الأرباب في مقابل عدم الاهتمام من قبل التراب اللي هو من قبل الآدمي. ولو عاملنا الله بالعدل لأدخلنا النار والعياذ بالله جل وعلا، ولكنه عاملنا بالفضل بدليل أن السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها. نعم بارك الله فيك شيخنا. الحال الجماهير بتتصل كتير جدا على رأس، فاسمح لي بتصل على شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا أستاذ بسام؟ الحمد لله بخير. وتحياتي بيك وللشيخ محمد الزغبي وكل علماء يبارك فيك. قناة الحكمة وكل علماء أهل السنة. آمين. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. الحمد لله. بقول لك يا شيخ محمد والشيخ محمد حسان وكل علماء أهل السنة نتعلمنا الإسلام الصح على أيديكم. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم وبارك الله فيك يا أستاذ بسام. جزاكم الله خير. حضرتك فعلا أستاذ عظيم. إحنا يعني تحديدا لينا مع حضرتك تجارب. حضرتك خير من يخدم الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك وأولادك وفي وقتك وفي صحتك وفي كل ما تملك. آمين. ونفع الله بيك الأمة. آمين. يا أستاذ يا عظيم يا داعي الإسلام على حق. والشيخ محمد الزغبي مملكش غير إن أقول له ربنا يجعلك أنت والأستاذ بسام وكل علماء المسلمين من عتقاء ليلة القدر. نسأل الله عزيز. ويكون ده في ميزان حسناتك. اللهم أمين. ميزان حسنات علماء المسلمين جميعا. اللهم أمين. اللهم أمين. شكرا جزيلا. وأنا بشكرك شكر خاص يا أستاذ بسام. دي سادس مرة على فكرة بكلم قناة الحكمة. كانت أول مرة يوم من انطلقته على الناي الساف وكلمتك وباركت لكم وباركت للأمة الإسلامية كلها على قناة الحكمة وعلى أن يكون في بيننا أستاذ عظيم زي الأستاذ وسام. الله يحفظك. وعالم عظيم زي الشيخ محمد. الله يجزاك خير. الشيخ محمد حسان وعلماء المسلمين جميعا حتى لا يسقط مني اسم اللي بيستضيفهم الأستاذ. الله يجزاك خير. الله يكرمك. شكرا. وأرجو أن حضرتك تدعي لنا أن احنا نكون جميعا عتقاء ليلة القدر. وبارك الله فيك ونفع بيك. في عند حضرتك يعني طلب ان جوزي عايز يكلم حضرتك يا استاذ وسام ممكن؟ طيب حضرتك اتركي الرقم في ال هو مع حضرتك دلوقتي على الخط ممكن؟ طيب اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ وسام اهلا بيك يا اخي. كل عام وحضرتك طيب. طب الصحه والسلامه الله يحفظك. والله انا كل اللي املك ان انا اقوله ان ربنا ينفع بكم الامه. اللهم امين. يزيدكم ايمان. اللهم امين. ويزيدكم معرفه. جزاكم الله خير. كل عام وحضراتكم طيبين. طيب. الصحة والسلامة. عام طيبين. طيبين جدا جدا يا فندم. شكرا جزيلا. ألف ألف شكر. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. نشكركم على هذه المداخلة الطيبة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله ذلك. نسأل الله ذلك. الشيخ الكريم نحن الليلة ليلة 27 من رمضان. أي نعم. أكثر الناس يعتمدون على أنها ليلة القدر. أي نعم. هل هناك نصوص شرعية تميز ليلة 27 عن غيرها من العشر الأواخر؟ من ناحية النصوص وردت نصوص. يعني من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه والحديث في صحيح مسلم قال أنها ليلة 27. أنها سئل عن ليلة القدر فقال أنها ليلة 27 والحديث في صحيح مسلم. الرواية الثانية أن رجل أتى أبي بن كعب فقال له إن أخاك يعني إن أبا عبد الرحمن بن مسعود يقول من يصب الحول يصب ليلة القدر، وفي رواية من يصمر الحول يصب ليلة القدر، يعني اللي يفضل يلتمسها طوال السنة يصبها بإذن الله جل وعلا. طبعا أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود يقصد علو الهمة على مدار العام وليس في رمضان. وقال له ما تقول يا أبا المنذر؟ فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه رحم الله أخي، وفي متن غفر الله لأخي، فهو يعلم أنها في ليلة 27 وأنها في شهر رمضان، وفي متن فهو يعلم أنها في شهر رمضان في ليلة 27. يبقى أنا عندي هنا هذه الرواية وهذه الرواية في صحيح مسلم أيضا. إذن دل ذلك على أن هناك تخصيص، لكن هل هناك ما يعارض هذا القول أو يبين أنها تنتقل؟ نعم، وثبت أنها انتقلت ولي خلاف بين أهل العلم هل هي متنقلة أم ثابتة. نعم. هل هناك علامات يا شيخنا شرعية ثابتة إن النهاردة ليلة القدر؟ أو والله في علامات وورد في حديث صحيح رواه أبو داود الطيالسي. والحديث صحيح وهو في صحيح الجامع أيضا. من قوله صلى الله عليه وسلم في أمارتها هي ليلة سمحة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة وتصبح شمس صبيحتها حمراء ضعيفة. حمراء ضعيفة وفي متن ضعيفة حمراء. هذه هي الأمارات. طيب وعدم نباح الكلاب؟ لا 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 ما احترامي كل يعني إما ترى إنني تركت شيء اعلم أنه ضعيف. إذن الأمارة الوحيدة الثابتة أن هي هذه والوردة في هذا الحديث الصحيح. ما عدا ذلك من أمارات يعني قمت تحقيق الأحاديث. أي نعم. لا صحيح. إحنا سمعنا من كم يوم كده أن الشباب كلهم قالوا النهاردة كان ليلة القدر كان ليلة 23 واستدلوا بقى أن الدنيا كانت هادية وما كانش فيه نباح كلاب. لا لا شوف هو أولا يعني السواد الأعظم من الناس لا يستطيع الإطلاق تمييز ليلة القدر من غيرها. بل إن أهل العلم هم الذين يعرفون الأمارات والعلامات ولذلك
لما سئل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كيف تعلمون ليلة القدر، قال نعلمها بأماراتها وعلاماتها، أي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد لمن قال إنني رأيت أن يكون قد علم العلامات وعلم الأمارات ووقف على صحتها لا على الضعيف من القول. طيب إذا قدر الله عز وجل ووافق العبد ليلة القدر، أي نعم، ماذا يصنع؟ نعم، ورد في ذلك حديث والحديث رواه أحمد في مسنده، نعم، والنسائي في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه، والحديث صحيح، وصحيح الألباني في صحيح الجامع. الحديث قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ترى، وفي رواية أرأيت لو وافقت يعني أنا ليلة القدر فما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، وهي أفضل دعوة، أفضل دعوة وهي العفو، نلزمها الليلة بإذن الله. إيه والله، هي أفضل دعوة. نعم، هي أفضل من الثراء، هي أفضل من الغنى، هي أفضل من يعني من كل شيء، عفو الله جل وعلا. والعفو لا يشمل الآخرة فقط بل يشمل الدنيا والآخرة، بمعنى أن يعفو الله عنا في الابتلاءات فلا يكلفنا ما لا نطيق على الإطلاق لأننا ربما نفتن بسبب ذلك، وأن يعفو الله عن ذريتنا، وأن يعفو الله جل وأن يعفو الله جل وعلا عن أهلينا وعن أولادنا. فالعفو في الدنيا يندرج تحته الستر، وتندرج تحته الصحة، ويندرج تحته الكثير، المهم بخلاصة السعادة في الدنيا، فضلا عن الطمأنينة والرضا في الآخرة بين يدي الله جل وعلا. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم، نتلقى هذا الاتصال. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أشكر القناة لأن يعني فتحت علينا باب خير كبير قوي، الحمد لله. ما كناش نعرف إزاي نوصل للشيوخ وإزاي نسمع يعني كل الدروس الجميلة اللي بنسمعها في القناة لولا قناة الحكمة. جزاكم الله خير، شكر جزيل ليكم، وأتمنى من الله يعني أن يكون في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله. نسأل الله ذلك. ليه طلب بعد إذن حضرتك عند الشيخ محمد الزوبي. تفضل الشيخ. يعني عسنا تكون ليلة الأجر إن شاء الله. أسأل الله ذلك، يعني لو تدعي لوالدتي بالصلاح والتقوى وحسن الخاتمة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يصلحها وأن يجعلها مع رسول الله في الفردوس الأعلى. اللهم أمين، شكرا جزيلا لحضرتك. بعد إذن حضرتك عندي استفسار. أنا أمي يعني هي ما بتصليش. نعم. هي ست كبيرة وما بتصليش، بس ده من زمان. نعم. وده سببه إن هو يعني هي ما تربيتش مع ما تعرفش يعني إيه صلاة. أي نعم. وكبرت على كده، وأنا حاولت معاها إن أنا أعلمها الصلاة. وإن أنا أوجهها ليها وخليها تحاول تصلي معايا، لكن يعني هي مش فاهمة الصلاة ومش بتعرف تصلي، وحتى لما بنقرأ القرآن ألاقيها بتضحك في الصلاة وعايزة تبطل صلاة. نعم. مش فاهماها. يعني هي مش جحودا بالصلاة. أي نعم. لكن عدم فهم للدين. لأن هي ما تربيتش على كده ومحدش علمه لها. نعم. فأنا بصراحة لما سمعت حضرتك وإحنا بتتكلم عن يعني حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، يعني حقيقي يعني حركت قلبي قوي، إن أنا بقيت خايفة عليها جدا. نعم. من أن تصاب بسوء الخاتمة. نعم. يعني أسأل حضرتك إن يعني لو تدعو لها وترشدني إزاي أحاول يعني أوجهها بطريقة أفضل، أو أخليها تصلي عشان يعني حاضر. ربنا يكتب لها حسن الخاتمة. حاضر. وفي نفس الوقت يعني لا قدر الله، لا قدر الله لو حصل ولقيت اي علامات من علامات سوء الخاتمه في نهايه حياتها، ايه اللي اقدر اعمله لها يخفف عنها من انها تركت الصلاه طول حياتها وكده؟ حاضر. شكرا جزيلا، سؤال مهم جدا شيخ. جدا. هو طبعا الصلاه هكذا قال صلى الله عليه وسلم وهو في النزع الاخير، يعني كانت وصيته صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. والصلاة لا ترتفع لا عن المسافر ولا عن الذي في الحضر ولا عن الذي في المرض، لا تسقط اللهم إلا إذا زال العقل. وأسأل الله جل وعلا له الهداية إليها بإذنه جل وعلا، حتى أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصلاة لها هداية خاصة، فقال في الآية رقم 40 من سورة إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لا، شوف دعوة خاصة، لأن الصلاة بحاجة إلى هداية خاصة حقيقية كما تذكر أختي الكريمة. ولذلك أقول لها استعملي معها الترهيب والترغيب، استعملي معها الوعد والوعيد الذي جاء في الكتاب والسنة، وخوفيها بما جرى لله وللاتي تركنا الصلاة والعياذ بالله. إن استعملت الترهيب على الوجه وإن استعملت الترغيب على الوجه بإذن الله جل وعلا سينشرح صدرها وسيفتح قلبها وستلين بإذن الله إلى دعوة ربها، وأسأل الله لها ذلك. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، ليلة القدر وترغيب الله عز وجل في سورة القدر، أرى أنها دعوة
من الله عز صحيح. وجل عباده صحيح أن يعودوا الله. إليه سواء الطائعين أن يزدادوا طواعية صح. أو العصاة أن يتركوا معصية. أي نعم. الدليل على ذلك لما قال وما أدراك ما ليلة القدر. عقب فقال ليلة القدر خير من ألف شهر، أي ليلة بعينها العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيهن ليلة قدر. ولذلك هذه دعوة حقيقية، كأن الله جل وعلا يقول أنا الذي خلقت العباد، وأنا الذي أعلم بسرائرهم، وأنا الذي ركبت فيهم الشهوات والملذات. ولذلك فإن رحمة الله جل وعلا بهؤلاء العباد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن فتح لهم مواسم ربانية حتى يكفر عنهم ما مضى من ذنوبهم بسبب هذه المواسم، فجعل ليلة العمل فيها بالقيام والصيام والدعاء والعبادة أفضل من العمل في ألف شهر بأسره ليس فيهن هذه الليلة. ولذلك قال العلماء هي دعوة عامة للعصاة وللطائعين. قيل كيف للعصاة؟ قال حتى يؤوب وحتى يتوب وحتى يعود إلى ملك الملوك ورب الأرباب. بمعنى تعالى أهي ده شوف ربنا بيعوضك فيها أجر قد إيه، اكتسبه، حاول حاول. لماذا؟ لأنك إن اكتسبت ذلك آجرك الله جل وعلا. ثانيا فإن ذلك مما يجبر أمرك يوم القيامة حين تقف حافيا عاريا بين يدي الله جل وعلا. ولذلك قال بعضهم ويكأني بالعاصي الذي عصى لو نظر إلى هذا الفضل العميم وهذا الأجر الجسيم في هذه السورة الطيبة المباركة لقام العشرة ولصام العشرة ولعبد العشرة وما شعر إلا بلذة الطاعة والعبادة. لماذا؟ لأنه أتى بمعاص إن تذكرها ربما هدمت عليه رأسه. قال الرزي معاقبا على ذلك ويكأني بالعاصي في أثناء عصيانه لو رفع الله الستر عنه لافتضح بين العباد، فكأن الله يقول له بلسان العبد بلسان الحال عبدي عصيت كثيرا وأنا أستر عليك، فلو رفعت ستري عنك، انظر لو رفعت ستري عنك وعلم بذلك الجار لهدم عليك الدار. لو يعرف اللي انت تفكر فيه في الشهوات والملذات، تفكر في فلان وتفكر في فلان وفي النصب والاحتيال والكذب وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الحرام إلى آخر هذه الأمور، لهدم عليك الجار الدار ولولت منك الأمة بالفرار، مش كده بس، ولا تركت لك الزوجة الدار حتى تعلم أني ستير غفار. سبحان الله. ولذلك على العبد أن يعلم الفضل. هي ليلة، هي ليلة يا أخي ليست بشديدة على الإطلاق، ولكن النفس الأمارة بالسوء تجر صاحب. ولذلك أقول للعاصي يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. أعطاك العفو وأعطاك الرحمة وأعطاك الموسم الربانية واسعا عظيما بما فيه من خيرات، أما أنت فوليت الظهر ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. وهي دعوة للطائعين أيضا ليزدادوا إيمانا بإذن الله ولترتفع درجاتهم عند ربهم بإذن الله جل وعلا، فإن الجنة درجات، وإنما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، والجنان 100 درجة من قوله صلى الله عليه وسلم الجنة 100 درجة، طبعا أوسطها وأعلاها الفردوس الأعلى كما في الصحيح، وما بين الدرجة والدرجة أهو شوف قد إيه، شوف بقول مسافة قد إيه، مثل ما بين سماء وسماء. تخيل حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأنت حتى ربما ما نلت الدرجة الأولى التي بينها وبين الثانية أهو مثل ما بين سماء وسماء، والثانية بينها وبين الثالثة مثل ما بين سماء وسماء، والثالثة حتى تصل إلى 100. فيا أخي اجتهد وشمر وافعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك شيخ، بس لي تعليق بعد إذنك على هذا. حضرتك قلت إن الجنة 100 درجة. طيب الحديث الذي يقول لحامل القرآن اقرأ ورقة ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، البعض قال إن عدد درجات الجنة بقدر عدد آيات القرآن. لا 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 على فكرة نحن نأخذ بما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. هذا اجتهاد رأسي، هو نسبة وكذا. أدري لا 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 شوف لو كانت في لو كان في الحسبة خير اللي قاعدين يعملوا التفسير الرقمي الإعجاز في التفسير الرقمي، يعني كان في واحد يعني دكتور يعني عمل كذا في إحدى القنوات، فجت المعدة بتاعت البرامج واتصلت علي قالت لي إيه رأيك، قلت لها أنتوا بتعملوه باطل.
لو كان هذا حق لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي منوه عن ذلك. ولو اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العلم هذه مصيبة وحاشاه. ولو اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلنا إن النبي قد علم لكنه لم يبلغ والعياذ بالله حاشاه، هذه مصيبة ثانية. وبعدين هذا من فعل البهائيين وليس من فعل أهل السنة والجماعة، هذا الأصل ومن عند البهائيين، لكن طبعا لا نتهم البهائيين. نعم. أما نحن فنقول نحن نقف مع النصوص. نعم. معي؟ فأنا عند حديث النبي لا اجتهاد مع النص. بالضبط. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. تلقى هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وانتم بخير كل أمة المسلمين. نسأل الله ذلك. نسأل الله ذلك. معلش ممكن أستفسر من الشيخ على حاجة؟ تفضل الشيخ يسمعك. دلوقتي سيدنا الشيخ أنا المفروض يعني أنا الحمد لله ربنا أكرمني الحمد لله في شهر رمضان الحمد لله يعني كنت بصلي الحمد لله يعني محافظة على صلاتي من فضل الله الحمد لله كنت بأدي الزكاة بتاعتي والحمد لله الحمد لله وأنا ختمته اللهم تقبل وحاليا كنت في الجزء العشرين اللهم تقبل وكنت إن شاء الله هختمه تاني بس للأسف إن أنا طبعا امبارح جالي اللي هو العذر الشهري نعم طبعا مش قادر اقول لحضرتك انا مخنوقة قد ايه بسبب الموضوع ده لان انا كنت قاعده ادعي ربنا ان انا اصوم شهر رمضان كله نعم فربنا ابتلاني بالموضوع ده امبارح نعم فطبعا مش قادر اقول لك انا قاعده مخنوقة قوي دلوقتي ان انا مش عارفه اعمل اي حاجه لا انا عارفه اقوم اصلي ولا عارفه اقوم اقرا القران نعم وقدامي الجماعه انا قاعده اصلي ومش قادره اقول لك انا بجد نعم. مخنوقة نعم فانا مش عارفه ابتلاء من ربنا قد كده ربنا مش راضي عني لا 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 ابشري ابشري ولا طب ايه اللي المفروض انا اعمله انا هقول لك ان شاء الله طيب. السؤال وضحت ملامحه وشكرا جزيلا الشيخ تولى الاجابه هي الاختي عشان يعني فطرتها الطيبه نعم. يعني حدث مثل هذا وبرضه بالبكاء لعائشه ام المؤمنين يعني في الحج طيب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام المؤمنين الطاهره المبرأه فراها تبكي قال على ما تبكين قالت يعني اتت الختان هذا نعم. قال ان هذا شيء كتب الله على بنات حواء فعلي ما يفعله الحج غير ألا تطوفي الحديث في صحيح مسلم نعم. إذن هنا الله يعزك برضه هذا شيء كتبه الله على بنات حواء يعني مش التلاكين لا 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 ده حتى أمهات المؤمنين ابتلوا بهذا الأمر أنا هذا شيء فطري في مواسم العبادة إيه والله يبارك فيك حتى في مواسم الطاعة عائشة رضي الله عنها وارضاها ثابتة أنها قضت أياما في شهر شعبان بالنسبة لرمضان هو بسبب هذا الأمر ولذلك أقول للأخت الكريمة هذا شيء يعني الحمد لله رب العالمين نعم وأسماء بنت عميس إلى آخره فأنا ببشرها بقول لا 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 بس بالنسبة للقراءة القرآن ما تتركيها بإذن الله جل وعلا ولذلك أهل العلم من أهل السنة والجماعة مش بقول من المقلدين من أهل السنة والجماعة وهذا قول حافظ وغيره بالنسبة للمرأة التي لها ورد أو كانت تحفظ أو عندها حفظ أو عندها اختبار أو ما شابه ذلك جاز لها أن تضع المصحف أمامها وأن تقلب لها الصفحات يعني حد يقلب لها الصفحات ولا تمس وتقرأ من كتاب الله وتختم ولو قلبت بحائل يا أخي أنا أرى لا شيء في ذلك على الإطلاق وإتوني بقول للشيخ جميعا إتوني بذرة من دليل الثلاث أدلة للمشايخ قاعدين يجيبوهم وكيت وفي البلاد والعباد وكمش عايز أقول لفظة الثلاث أدلة في سنن أبي داود والثلاث أدلة ضعاف ما يصح حديث واحد ولذلك أنا بقول للإخوة جميعا وللمشايخ الكبار مش عايزين نتعبد الأشيخ من دون الله إيتوني بذرة من دليل تقول صحيح. بحرمة ذلك بس أنا أو أتأدبا بقول بقول الحافظ وغيره تقلب لها الصفحات أو بحائل وتقلب الصفحات لا. وأسأل هل الإنسان نجس؟ هل الإنسان نجس؟ من حديث أبي هريرة والحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أبدا وحديث ليس حيضتك فيه نعم. نعم نعم صحيح إذن هي تستطيع أن تقرأ القرآن تستطيع أن تصلي وتسلم على رسول الله تستطيع نعم. أن تبذل تشهد دعوة المسلمين بالدعاء أي نعم حتى بالنسبة لصلاة العيد تذهب وتجلس في مؤخرة الصفوف وتشهد دعوة المسلمين حتى إذا كان درس علمي في المسجد تتحفظ وتتحيط وتضع الحفاظ وتجلس في مؤخرة المكان وتستمع بس لا بأس بذلك طيب ماشي صلى آخر يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا أخي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أيوة يا أخي تفضل كنت سلام طيب أنت بالصحة والسلامة شيخ محمد أهلا وسهلا مرحبا كنت سلام طيب حياك والله حياك وجعل حياتك سعادة وبركة والله أنا لي ثلاث مضارب يعني معلش حضرتك تفضل اثنين عند الاستاذ وسام وواحد عند الشيخ محمد على راسي طيب تفضل اولا الاستاذ وسام يعني اتمنى يعني الحلقات دي تتعاد بعد رمضان حاضر لان الحقيقه يعني الحلقات دي عامله احياء في القلوب وتنشيط القلوب اللي كانت نايمه وتنشيط حتى العقيده ثاني حاجه أبشر. سام يعني معلش انا يعني سامحوني انا شفت من ثلاث ايام او اربع ايام يعني داعيه بيتكلم يعني شيء نفس العقيده يعني المفروض مثلا القنوات يعني تنتقي حاجه زي ما احنا بنشوف كتاب كده يعني تقصد الدعايه ده عندنا احنا يطلع صح او الكلام ده كله تقصد الدعايه ده عندنا احنا لا 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 مش عندكم يعني طيب بتكلم انا موضوع عام يعني طيب واخد بال حضرتك
يعني جه في اللفظ وهو بيقول مثلا يعني لا فرق بين سنه وشيعة، هذا كلام يعني كلام كبير خالص. نعم طيب. الناس بيحصل عندها لبس يعني. اللي انا عاوزه من الشيخ محمد، يعني معلش انا مش عايز ادور على حد يعني. طيب اخذ وقت البرنامج يعني التركيز، يعني اريد حضرتك يعني وشيخ محمد حسان كل التركيز على توضيح التوحيد. يعني حاضر. التوحيد مش يعني تسمع التوحيد ومش فاهمين يعني التوحيد ايه. انا من ضمنهم يعني في حاجات كتير احنا ما بنفهمهاش. الله يسلمك. غير تلاقي انسان بيصلي وبيصوم وكذا وكذا، ولكن الفاظه في الشارع ممكن وتعامله والنبي والكلام ده كله، وتلاقي العقيده حد مش كده، والاعمال متوقف قبولها على التوحيد. دي مهمه يعني، مهمه يعني باذن الله جدا جدا جدا، يعني حتى الانسان بسيط فاهم. الشيخ منهجه كده يا اخي دائما تعليق الانسان بالتوحيد او غيره، ممكن ما اعرفش اطلع منه بحاجه الا اذا جه داعيه زي الشيخ محمد جزاه الله خير ووضح الموضوع ده. يعني توضيح التوحيد ده ازاي يكون، وازاي انا اتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، وازاي اكون عالم ربنا سبحانه وتعالى. صح. احنا عندنا برنامج حقيقه التوحيد للشيخ محمد حسان اسبوعي، سيبدا ان شاء الله بعد رمضان، وهو كان من قبل رمضان شغال. نعم. طيب بارك الله فيك يا اخي، شكرا على سؤالك. جزاه الله خيرا. الشيخ الكريم، الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران. صحيح. وقال ربنا انا انزلناه في ليله القدر. طيب هل هذا خاص وعام؟ والله هناك توفيق بين الايتين، بمعنى لا شطط على الاطلاق، لان تابعيا اتى ابن عباس وساله في ذلك وصحت موقوفه، وقال له يا ابن عباس إن الله جل وعلا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول جل وعلا في ليلة مباركة، أنزلناه في إيه؟ في ليلة مباركة، اللي هي سورة الدخان آية 3، ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونحن رأينا القرآن قد نزل في كذا وفي كذا وفي كذا. فقال نزل القرآن في ليلة القدر وهي الليلة المباركة. ربنا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، هي نفسه إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ويقول جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وليلة القدر هي من ضمن ليالي شهر رمضان. إذن شهر رمضان هذا كلي عام وفيه خصوصية ليلة القدر، إذا القرآن نزل في ليلة القدر، وليلة القدر ليلة من ليالي شهر رمضان. إذا وفقنا ولا إشكاليات على الإطلاق، الحمد لله على ذلك. طيب يا شيخنا، وما أدراك ما ليلة القدر؟ أي نعم، عجيبة. يعني شوف ما يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، ربنا جل وعلا بعدين يقول وما أدراك، الله أكبر. قال العلماء، قال وما أدراك ما ليلة القدر، قال لعلو شأنها ولارتفاع منزلتها ولما فيها من الخيرات الجسيمة بالنسبة للموحدين. ولذلك العلماء يقولون ما أكد الله جل وعلا ولا عقب بأدراك إلا للأهمية العظمى بالنسبة لهذه الليلة، وما يكون ذلك في كتاب الله جل وعلا إلا لعلو الشأن والمنزلة والمكانة. ولذلك مكانتها سامية، وكفانا أن قرأنا فيها الكثير والكثير، وجاءت فيها النصوص الكثيرة والكثيرة، وكفانا أيضا أن المسلمين في سائر الأقطار والأمصار يلتمسونها. هي خير من ألف شهر. أي نعم. كيف؟ هي كيف؟ العلماء لهم أقوال في ذلك. قيل ليلة القدر خير من ألف شهر، قيل أي عمل فيها خير من عمل في ألف شهر على الإطلاق كده. القول الثاني قيل أي صيامها وقيامها وعبادتها أفضل من ذلك في ألف شهر. القول الثالث قيل أي عبادتها وصيامها وقيامها والعمل فيها أفضل من ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر. نعم. وده الرأي الراجح، قال ابن كثير رحمه الله معقبا، وهذا هو الصواب. بارك الله فيك شيخ الكريم. الأستاذ جمال بيقول معنا اتصال من المغرب. حاضر. الحقيقة أول مرة يأتينا اتصال من المغرب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخي الكريم. أخوي سامع معمر صابر أبو عجود من المغرب. مرحبا مرحبا بك أخي الكريم، وبارك الله فيكم ونفع بكم وتقبل منكم. آمين. أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه القناة في موازين حسناتكم يا رب. اللهم آمين. سبحان الله، انقطع الاتصال. مشكلة أن التردد بتاع قناة الحكمة لا يصل بوضوح إلى منطقة المغرب العربي. ليس طبعا عيبا منا، ولكن هو مشكلة في الأمر الصناعي الجديد. لكن إخواننا في المغرب على طول بيرسلونا على الإيميل وبيشتكونا، ونحن نقول والله ليس الأمر بأيدينا. ونتمنى أن نصعد أو يعني تنطلق الإشارة على الأقمار الأخرى التي تغطي المغرب وأوروبا، ونسأل الله التيسير والتوفيق. الله، أنا أعتذر لأخينا الكريم. طيب، تنزل الملائكة والروح
فيها. أي نعم دي عجيبة بقى. يعني الملائكة والروح. عايزين بقى عشان نعود إلى عالم الملائكة. والله وما قبلها. طيب. يعني ربنا جل وعلا يقول تنزل الملائكة. نقف عند الأول. طيب. ما بقول تنزل الملائكة أفهم إيه من التنزيل؟ أنا دايما بعلم إن التنزيل هذا مفهوم في لغة العرب. إن بتنزل ملائكة السماء إلى الأرض. حتى قال الحافظ رحمه الله حتى أن الملائكة في هذه الليلة تكون بعدد حصى الأرض. سبحان الله. يعني شوف الحصى الأرض تعرف تعده؟ ما حد يعرف يعده. نعم. ولا لو جبت حتى يعني أحدث الآلات التجريبية الحديثة عشان تعد ما تعدوش. حصى الأرض المقصود به الحصى الصغير والكبير والبسيط والدقيق والعظيم إلى آخره. جيب بقى حصى الأرض وما تقدرش على الإطلاق. نعم. طب شوف القول الثاني. قيل تنزل الملائكة في هذه الليلة حتى تملأ ما بين الأرض والسماء. بتبقى ملية ما في مكان على الإطلاق إلا وفيه ملك. وهذا ذكره أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله. بل عندي رواية. في حاجة؟ لا أنا بقول نسأل الله أن تكون معنا الملائكة أسأل الليلة. الله ذلك. أسأل الله ذلك. أسأل الله ذلك. يقول الحافظ رحمه الله من رواية أوردها أبو داود الطيالسي وهي صحيحة وصححها الشيخ رحمه الله المحدث الشهير الألباني. قال تتنزل فيها الملائكة حتى تملأ ما بين الأرض والسماء وذلك لفضلها. لفضل الله دي. يعني إذا أنا عندي الملائكة بعدد حصى الأرض. هذه واحدة. عندي الرواية أن الملائكة تملأ ما بين السماء والأرض ملي ما في مكان على الإطلاق إلا وفيه ملك في هذه الليلة. وقيل إنهم يسلمون على الموحدين اللي هم عارين يقيموا هذه الليلة. كيف؟ ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. ما معنى التسليم عليهم؟ طبعا هذا التسليم لا نستشعره على الإطلاق ولا نحسه على الإطلاق، ولكن نقول صدق صلى الله عليه وسلم وسلامهم بالنسبة إلينا إنما هو دعاء ورحمة يحمل بين ثناياه ذلك. وقيل هو على إطلاق اللفظة ونحن ندعم ذلك ونقول بذلك على إطلاق اللفظة، ولذلك ندع التأويل في هذا الأمر. طيب والروح؟ ما يقول تنزل الملائكة والروح الخاص بعد العام. قيل هو من باب عطف الخاص على العام. الروح هو جبريل. نعم. الملائكة معلومة. طب ليه جاب جبريل لوحده؟ ما خلاص يقول تنزل الملائكة يبقى شملت جبريل وكيت. لك لا، حينما يأتي بعطف الخاص على العام تدل على المكانة والمنزلة السامية بالنسبة لجبريل لأنه إيه رئيس الملائكة. خدت لحظك زين. هو المفضل بالنسبة لملائكة الله جل وعلا، ولذلك آثره الله جل وعلا بهذا التفضيل. ذكرهم على إطلاقهم ثم ذكره على اعتبار الخصوصي. تنزل الملائكة والروح فيها. قال بعضهم الروح هم ضرب من الملائكة، هم ضرب، لكن لن يرجح هذا وما رجحه أهل السنة والجماعة. طب تتصور شيخنا أين يكون جبريل الليلة؟ والله أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا، لا أستطيع التحديد على الإطلاق لأسباب منها أنني أقف مع نصوص الكتاب والسنة متأدبا. الله يحفظك شيخ. طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. معناها إيه من كل أمر؟ جميل. شوف بعضهم قرأ هكذا، طبعا معلوم أماكن الرسم العثماني بالنسبة لنهاية الهيات، لكن بقول لي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. شوف قال ايه؟ من كل امر سلام. عايزين ندخل في سلام بس بعد دي. طيب حاضر. لا يعني بعد التعليق على من كل امر. ويرجع ثم قرأوا هكذا من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. خلاص سلام هي حتى مطلع الفجر. يبقى الاولانيه من كل امر سلام، اي هي سالمه من كل شيء، من كل شر، وشيء معنى الشر. هي سالمه من كل شر، بمعنى لا ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله لا يستطيع الشيطان، وفي متن الشياطين بالجمع، لا يستطيع الشيطان فيها أن يؤذي أو أن يأتي بشر. ما يقدرش أبدا أن يكون هي الليلة الحقيقية. ما يستطيع الشيطان ولا تستطيع الشياطين بأسرها أن تأتي فيها بشر أو أن تؤذي فيها الموحدين. حتى إذا أذن مؤذن الفجر الله أكبر وصاحت الديكة نزل الأمر برمته، بمعنى القدر نزل بما فيه من خير وشر. يعني تقصد قدر العام؟ أي نعم. نوضح. بمعنى أن الله جل وعلا كل من عند الله جل وعلا، ومقدر من عند الله جل وعلا أن فلانا يبتلى أو أن فلانا يبتلى من قبل الشيطان أو أن شيطانا يسلط على عبد أو أن كذا إلى آخر هذه الأمور. أو أن بلوى تصيب هذا من قبل برضو الشيطان إلى آخر هذه الأمور. نعم. هذه الليلة سالمة بإذن الله جل وعلا. لا تتنزل أقدار العالم. أيوة. أي نعم. إلا إذا كان هناك السائل،
اللي هو الموت. نعم. بمعنى طبعا كما تعلم الحافظ يحول بين ذلك وبين الإنسان حتى يتم قدر الله جل وعلا. نعم، يعني تتنزل أقدار العامي من فين إلى فين. هذا شوف في نقطة مهمة جدا. أيوه. بعضهم قال كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تلك المسألة، قال تقدر فيها الآجال وتقسم فيها الأرزاق، يعني بالنسبة من هنا للثانية بإذن الله جل وعلا. لكن هل هناك دليل يقطع بذلك؟ استدلوا بقوله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم في الليلة المباركة. في الليلة المباركة خلاص كده، يعني في ليلة القدر. نعم. وهو دليل وجيه ولا نستطيع أن نطعن فيه على الإطلاق، لكن هل نقطع به دون غيره؟ لا 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 نقطع. لكن يحتمل. نعم. قد نتلقى آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامي؟ اهلا بك يا اخي الكريم. اني احبك في الله. احبك الله يا اخي الكريم. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا ومرحبا يا حبيب قلبي. والله اسال الله يبارك فيك. احبك في الله. احبك الذي احتني من اجلي. انا عندي سؤالين بس. تفضل يا اخي. هو اول سؤال بالنسبه ل انا في الحلقات اللي فاتت بالنسبه لوالدي الله يرحمه، انا يعني ما زرتوش ولا مره لغايه دلوقتي، فهل هل بالنسبه للروح يعني الروح بتنزل يوم الخميس والجمعه على ما سمعت، يعني هل يعني هو بيتضايق او بيزعل من ان انا ما رحت زرته؟ طيب. والسؤال الثاني انا اسف يعني هو خارج الحلقه، بس بالنسبه لواحد زميلي في الشغل يعني هو لسه متدين جديد يعني، فسمع حديث خاف منه قوي بالنسبه لسيدنا عمر بن الخطاب، جاله اثنين سمعوا فتوى من النبي عليه الصلاه والسلام فبيسالوه ثاني بعد كده بيرجعوا له فقتلهم، فهو صاحبي يعني خاف قوي واتشتت يعني، فانا يعني نفسي يعني حضرتك تطمني. حاضر حاضر. والحديث صحيح ولا لا؟ طيب شكرا يا اخي الكريم. تفضل يا شيخ. بالنسبه للسؤال الاول. أيوه. الاخ الحبيب يعني يقول هل الارواح بتيجي يوم الخميس والجمعه؟ طبعا هذا كلام كان صنف في كتاب يعني يحرق بالنار، ان الارواح تستاذن من ربها ليله الجمعه او في يوم الخميس وتقول يا ربنا اذن لنا ان نزور بيوتنا ونتفقد احوالهم، حتى يذهبون فيقفون بين الدور يعني بين البيوت بين الابواب فيقولون هلا قراتم لنا فاتحه الكتاب؟ هلا اهديتمونا؟ هذا افك واضح وشر فاضح والحديث منكر باطل. خلاص كده يبقى نضرب به عرض الحائط. الثانيه، هل الميت بيغضب إن ما زاروش الأخ الحبيب أو ما شابه ذلك؟ طبعا دائما الكلام ده موجود في كتاب الروح لابن القيم المنسوب إليه، وأنا أقول أحد احتمالين، إما أن ابن القيم رحمه الله كتب ذلك أيام أن كان صوفيا قبل أن يتتلمذ على يد شيخه ابن تيمية رحمه الله، وهذا غالب ووارد، وقيل أن هذا منسوب إلى ابن القيم وابن القيم منه براء، لكن من خلال المخطوطة يتضح لنا أن الكلام هذا نسب لشيخ الحبيب العزيز، لكن أيام كان لم يدرس على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك حكاية أنه طبعا وأنه كان بيحزن وأنه كان بيشوف ابنه وقيله من عبد القنطرة والروايات المذكورة في كتاب الروح كلها باطلة، لا يصح منها شيء على الإطلاق. لا يصح، بل زيارة القبور شرعت لأمر واحد سواء رحت أو ما رحتش، للتذكير بالآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزورها فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، لا أكثر من ذلك ولا أقل كما قال الأشياخ من أجل يعني المتوفى لا يشعر بحزن أو أبداً 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 أبداً، بل دعاء الأخ يعني مع احترامي سواء كان عند المقابر يستوي إذا كان بعيدا عن الوالد. طيب الموضوع الثاني اللي بيقول حديث ان الناس سابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم هو الأخ الحبيب يقصد أن أناسا من المنافقين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوا، يعني رجل منافق ومعه يهودي كان بينهما إحنا اختلف، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهما فلم يرضى بذلك المنافق، فذهب إلى أبي بكر فأفتى وحكم كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى بذلك المنافق فلجأ إلى كعب بن الأشرف اللي هو زعيم اليهود وكان صاحب لسان إلى آخر هذه الأمور وكان رأس النفاق بالمدينة، فلما ذهب إليه ارتضى أمره. قيل ثم ذهب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. الرواية الأولانية هذه ما وجدتها بتحقيق أن ذهب إلى كعب بن الأشرف، ولكن بعد أبي بكر ذهب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فعمر قال أذهبتما إلى أحد قبلي؟ قال نعم ذهبنا إلى النبي وذهبنا كده. قيل فاستل عمر سيفه ثم أطاح برأس المنافق. صدقا أنا جيت أقف على العزو ثم وضع الرتبة لهذه الرواية فلم يطمئن القلب إليها على الإطلاق. يعني حضرتك لم تصحح؟ لا 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 ولا غيري من أهل العلم الموثقين المعتمدين. نعم بارك الله فيك شيخ الكريم. ونحن في ختام هذه الحلقة التي مرت سريعا. الله يبارك فيك. يعني أنا النهاردة استوقفني الناس في الشارع. نعم. اتصلوا بي كثيرا. نعم. الكل يتوسط بي عند فضلتك أن تدعو له. أنا خدام الكل. فالحقيقة أسأل يعني الله أسأل الله أن يغفر لي ولهم أجمعين. أطلب من فضلتك الدعاء لمن سألنا الدعاء
والدعاء للموحدين. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا. آمين. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا. وأقول اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ذلنا عند الممات، اللهم ارحم ذلنا حين يجردوننا من الثياب، وحين يضعوننا على الألواح، وحين يخرجون بنا من الديار تاركين الأهل والأولاد والرفاق والأصحاب إلى مراتع الدود وضيق اللحود، برحمتك يا ودود. اللهم اغفر لنا ولا تحرمنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. آمين. وأن يكتبنا من عثقاء ليلة القدر. آمين. وأن يعفو عنا وعمن سألنا الدعاء. آمين. وعن مشاهدين الكرام الذين نستودعهم الله عز وجل على أمل اللقاء بهم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلق الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، والجن خلقهم الله جل وعلا من النار. له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.